السلام عليكم. الفيديو ده مش بس لأعضاء جروب مليون ماني، لأ ده تحديدا للناس اللي في تيم اكتف تيم. دي حرفيا الطريقة والله زي ما انا بعملها بالظبط، اللي انا بدخل بيها انا لوحدي غير اي حد معايا، ممكن 10 اشخاص او اكتر في اليوم الواحد. تمام، طبعا انا عشان كده بعرفها للتيم اللي معايا بس مش لأعضاء مليون ماني. الفيديو ده تابع للفيديو الاولاني، لازم طبعا تشوفوه، اللي هو ازاي احنا بنستهدف ناس على الفيس وايه هي الجروبات اللي احنا بندخلها. طبعا الموضوع محتاج شغل، وانا ليه مثلا بكون حريصة ان انا ممكن اجيب في اليوم الواحد 10 اشخاص او يمكن اكتر كمان. طبعا هو انتوا فاهمين ان كل شخص مش مطلوب منه اكتر من 2، ده حقيقي، وكل شخص بيشتغل حسب جهده، لكن انا شخصيا بحب تسريع عملية الترقي في الليفلات، وكل ما الشجرة كبرت ومشينا صح هنترقى بسرعة. فعشان كده ما اقتصرتش ان انا اجيب 2 تحتي او ان كل حد يدخل اجيب له 2، لأ انا نفسي شغالة تقريبا 24 ساعة بالطرق اللي انا هشرحها لكم دلوقتي دي، علشان اضيف تحت الناس اللي تحتي او الناس اللي مش عارفة تجيب حد، لان ناس كتير جدا اشتكت لي من تيمات تانية ان هم دخلوا التيم وقالوا لهم هنجيب لكم ناس، وبعد ما دخلوا مفيش حد ساعدهم ولا جاب لهم حد، وبيقعدوا باليوم والاتنين والتلاتة واسبوع ويمكن شهر ما دخلوش حد. فخلينا نبدأ على طول. اولا انا عاملة كذا اكاونت فيس، يعني انتوا لو بصيتوا هنا معايا واحد فوق اهو، واحد هنا اهو، فيسبوك لايت، وحاطة فيس في مكان تاني كمان. كل دي طبعا اكاونتات فيك غير الاكاونت الحقيقي. طيب هنفتح الفيس، انا مثلا دلوقتي اهو قابلني مثلا اول بوست بيتكلم عن الربح من الانترنت، باجي هنا في التعليقات بفتح الصور، انا مجهزة صورة عندي عاملاها اهي، تمام عادي ممكن ابعتها لكم على الجروب تبعتوها. بنزل بقى في كل بوست بيتكلم عن الشغل اهو، اقوم حاطه نفس الصورة فيه اهو بسرعة بقى اهو. واحد كمان اهو، طبعا الفيس بيتحول ان كل الناس خلاص بتسأل على شغل، فبدخل كل ال 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 البوستات دي، حتى لو حد مثلا بيسأل على شغل في ارض الواقع. ايه الفكرة بقى ان انا احط الصورة دي في التعليقات؟ علشان كل الناس اللي علقت قبلي هيجي لهم اشعار، والناس اللي داخلة تعلق هيجي لهم اشعار، زائد ان في جروبات بتحط شروط معينة للنشر، مثلا لازم تكون تفاصيل الشغل واضحة او ايا كان، لكن في التعليقات بيكون الموضوع اسهل من كده بكتير. طيب انا بفضل اعلق بالصورة اللي انا عملتها دي بسرعة بسرعة على كل البوستات اللي تقابلني عن الشغل دي، زي ما احنا شايفين كله اهو حاجات عن الشغل شغل شغل كله، ونفس النظام في بقية الاكاونتات. تمام، بحط الصورة دي، طبعا بتبدأ الرسائل تكتر بشكل غير طبيعي على الخاص، والاشعارات زي ما انتم شايفين فوق كده. انا مثلا لو فتحت معاكم الاشعارات اهو وعملت لها كده ابديت، بتلاقي اهو زي ما انتم شايفين تعليقات كتير منها منشن منشن، لو فتحتها ناس بتقول لي تفاصيل تفاصيل، فبقوم فاتحه مثلا الاكاونت ده اهو، ده عايز تفاصيل. تمام، اعمل هنا مثلا لقيته كاتب لي اهو على الخاص، بعمل اوكي واشوف مين تاني معلق، برضو ده حد اهو عاوز التفاصيل، ده قافل الماسنجر، فممكن اكتب لها اكتبي لي مثلا على الخاص، واشوف الباقي غير اللي بيكتبوا لي، وبشوف طبعا الاذر، وبشوف السبام على الماسنجر عشان لو حد بعت لي وانا ما خدتش بالي. تمام، طيب ده طبعا بيتجمع عندي عدد كبيره جدا، ممكن تبصوا معايا كده على كل الاكونت ده، اكونت شغل بس لموضوع مليون ماني بس، شوفوا ده خلال بس الكام يوم اللي فاتوا، اقل من اسبوع، كل الناس دي كل ده على اكونت واحد من الثلاث اكونتات، شرحت ليهم الموضوع، طبعا ناس كتيره منهم اشتركت. كل ده هنفضل ننزل الى ما لا نهايه، يعني ده في اكونت واحد بس. طبعا لو فتحنا مثلا فيسبوك تاني الماسنجر تاني هنلاقي برضو اهو كل ده شغل اهو، كل الناس دي جت بالطريقه دي،
عشان بس الناس اللي بتقول طب انا هجيب دايرة معارفي، طب انا معرفش حد، لا، في طرق نجيب بيها ناس كتير جدا. اهو حد بيسأل اهو على التفاصيل تاني. تمام. طيب انا دلوقتي الشخص ده، الناس دي بقى كلها كتبت لي على الخاص وعايزة تعرف تفاصيل الشغل، بعمل ايه؟ ده مثلا عاوز تفاصيل الشغل اهو. اول حاجة بعملها برضو بشكل سريع جدا على اكونتات بسرعة، انا عاملة هنا ألبوم مسمياه مليون ماني. فين هو؟ اهو. اول حاجة بعملها ان انا ببعت للشخص ده صور اثبات الربح اللي على اللي انا اخدها سكرين شوت من جروب الفيس. ليه؟ عشان المصداقية في الموضوع، بحس ان في ناس قبله كسبت فلوس، فده بيخلي عنده نوع من الثقة، وفي نفس الوقت الغيرة انه هو عاوز يكسب زي ما الناس دي كسبت. تمام. بعد ما بعت له الصور، انا هنا محملة طبعا الكيبورد عندي اللي هي جي بورد بتاعت جوجل، هي طبعا فيها خاصية حلوة جدا ان الواحد يقدر ينسخ حاجة ويسيبها مثبتة، لو دي حاجة هو بينسخها على طول يعني يقدر يحطها في اي مكان بيست. فانا خلاص اهو بعت له الصور، ببعت له الرسالة اللي انا عاملها كوبي في البرنامج دي، بقول له في الاول بص كده على اثباتات الربح، وفي زيها مئات على جروب الفيس ورابط جروب الفيس. تمام. وبعدين رسالة طبعا انا ببعتها لكم على الجروب، فيها شرح موضوع مليون ماني اهو جاهزة. وبعدين مثلا ممكن بعد شوية ابعت له جدول الارباح علشان يكون فاهم، وبرضه ببعت له معاه رسالة انا عاملة لها كوبي بالفعل، شوفها. ولو هو بقى بعد ما اتكلمت معاه شوية محتاج تفاصيل، ده ببعت له اللي هي ايه، اللي هي ده رقم الواتساب وكتباله الرقم، وهعرفك تفاصيل اكتر. بعمل الخطوة دي بقى بسرعة 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 مع كل الناس اللي انا اولا يعني، عشان انا مش حابه ارجع خطوه لورا، بس عشان افهمها لكم عشان نشتغل مره واحده على الماسنجر. يعني انا بفتح الفيس اشوف كل اللي عمل لي منشن في الـ على التعليقات اللي انا حطيتها في البوستات كلهم، بقوم فاتحه كده وعامله علامه، عامله العلامه دي مثلا عشان ابقى عارفه ان كل الناس دي سالت على العام عن تفاصيل الشغل، فالناس دي انا هبعت لهم. بعد بقى بيتكون عندي اعداد كبيره جدا، هنا بعمل معاهم نفس الخطوات اللي انا عملتها مع الشخص ده. طبعا بيكون الاعداد كبيره جدا، وده من اكاونت واحد. الفكره بقى في ان انا بعمل اكتر من اكاونت ايه، ان طبعا انا لما بعلق كتير بالصوره اللي هي اللي انا عاملاها اللي بتتكلم عن الشغل وكده، الفيسبوك بيحظرني تقريبا، بيعمل لي بلوك لمده ساعتين مثلا او يمكن اقل شويه. فانا مش عايزة اتعطل الساعتين دول، وانا ممكن استغل الساعتين دول ان انا ارد بقى على الناس اللي بعتت لي. لكن برضو عشان زيادة العدد، بما ان الفيس مثلا بيسمح لي ان انا معلقش تاني الا بعد مثلا ساعتين تلاتة او كده، فانا مش هعطل نفسي، يكون عندي اكاونت تاني برضو افضل اعلق منه لحد ما يجيلي حظر، واروح الاكاونت التالت برضو اعلق منه لحد ما يجيلي حظر، وكلهم بقى ادخلهم على الماسنجر اشرح لهم فكرة المشروع. حرفيا احنا لو كلنا في التيم التزمنا بالخطوات دي، باذن الله انا متوقعه ان احنا نكون اول تيم يوصل لليفل 10. بس سلام عليكم.